مدينة الغردقة في أولى البطولات الدولية التي ينظمها الاتحاد المصري للجمباز لفرع الأيروبيك، بطولة كأس الفراعنة الدولية الأولى الغردقة 2019. لقد أخذنا على عاتقنا جميعا أن ننمي لعبة الجمباز ونوسع قاعدة ممارسي لعبة الجمباز في جميع أنحاء مصر، ولم نكتفي بهذا القدر بل كان طموحنا عالي جدا لتنظيم هذا المحفل الدولي الأول وأن يكون في مدينة من أجمل مدن مصر، مدينة الغردقة، مدينة السحر والجمال. أهلا بحضراتكم وأهلا بضيوفنا من جميع دول العالم. أدعو جميع الحاضرين للاستمتاع بالبطولة، وتمنياتي وتمنيات مجلس إدارة الاتحاد لجميع المشاركين بالتوفيق بإذن الله. سيد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز، أخي الفاضل المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، السادة الحضور، طبعاً ده يوم جميل جداً اللي أنا شايفه، وبتمنى للجميع التوفيق ولكل الحضور الاستمتاع بالبطولة دي والاستمتاع بالبقاء في المدينة الجميلة في الغردقة. وطبعاً المجهود الكبير اللي أنا شايفه معمول ده طبعاً منسوب للاتحاد المصري للجمباز كله، رئاسة الدكتور إيهاب أمين وكل القائمين وأعضاء مجلس الإدارة عليه. مجهود كبير جدا، كبداية جميلة جدا وكبيرة جدا، إن شاء الله السنين الجاية تبقى أكبر من كده وأحسن من كده، لأن الحمد لله مصر تقدر تنظم كل البطولات دي. وإن شاء الله إن شاء الله أتمنى للجميع اللاعبين التوفيق والسلامة والحاضرين الاستمتاع بالبطولة. نفتتح البطولة بإذن الله وبسلامة اللاعبين والحاضرين.